عود على بدء وإبحار في رحلة زمنية عكسية وجهت أشرعتها نحو فجر الحياة، نحو ملاقاة عاقل مر يوماً من هنا. وما زالت الأرض تدور بمن فيها، وما زال الإنسان في عطشه إلى رشفة من ماضيه ينقب عن فتات التاريخ، تواقاً إلى بعض ما يخبره عن هنيهة من زمن خاض غمار الحضارة واستكان على قارعتها فدفن وهو لم يمت بعد. عشرات آلاف السنين تهمس اليوم بما سمعت وعاينت عن عاقل جعل لنفسه عالماً يومض في متحف الجامعة اليسوعية بأدواته وأسلحته والبقايا الحيوانية 500 المكتشفة لتاريخه في لبنان، فيما عدد قليل منها استقدم من بعض البلدان المجاورة. تحية إلى الرهبان اليسوعيين، وسلاماً على أرواح غيارة على تاريخها أودعتنا الميراث وانتقلت. وها هنا ما هو أعظم من كل مقتنيات الأرض. مدام مايا حيدر بستاني، حضرتك مديرة متحف ما قبل التاريخ التابع للجامعة اليسوعية يلي أسسه الرهبان، وحضرتك مكملة بالمسيرة. إذا منحكي عن تاريخ المتحف، أي سنة بلش؟ الآباء اليسوعيين هن ما أسسوا المتحف كمتحف، هن أسسوا المجموعة الكوليكشن اللي موجودة، ومن خلالها أنشأنا المتحف. أنشأنا وافتتحنا بحزيران 2000، وبالتالي صرنا 15 سنة نستقبل الزوار، أكيد إن كانوا لبنانيين أو أجانب. قد استغرق الشغل معهم يعني من وقت ما بلشوا؟ كآباء يسوعيين هن يعتبروا الرواد، بحيث إنه قاموا بأول مشاريع على الأرض. بلشوا هن بأواخر القرن 19. آخر أب يسوعي توفى بال 1987. كانوا علماء بمجالات مختلفة وأساتذة محاضرين بكليات مختلفة بالجامعة، بس كانوا يحبوا ملمين بهذه الحقبات جدا قديمة. اكتشفوا مواقع عديدة عديدة عديدة، حاليا ثلاث ارباع اختفى ما بقى موجود، وبالتالي بفضلهم هن لو ما جمعوا هالقطع ما كنا مثلا بنعرف انه برج براجلي او حارة حريك ترجع لعصور ما قبل التاريخ. المتحف هو مثل ما شفته متخصص، يتضمن طابق أرضي وطابق تحت الأرض السفلي. هو العرض، طريقة العرض اتبعنا المواضيع، بكل موضوع بنرجع ناخذ التسلسل الزمني بالنسبة للأربع حقبات المعروفة بلبنان: العصر الحجر القديم، المتوسط، الحديث والنحاسي. والأبحاث هلا في شيء عم تشتغلوا عليه حاليا؟ عم نشتغل، اشتغلنا لفترة طويلة بسوريا وبعدين توقف بسبب الأوضاع، وعملنا موسم واحد من حفرية بضيعة اللبوة. شفنا بالطابق السفلي لوحة تتحدث عن جنازات اللي كانوا يقوموا فيها، شو كانوا يعملوا؟ الطقوس الجنائزية موضوع كتير مشعب، بيختلف حسب الحقبات، حسب المناطق، حسب المواقع، فبالتالي انه واحد يلخصه كثير صعب. بس اذا بدنا نقول بالنسبه للبنان، في شيء ميزه بالعصر الحجري النحاسي يلي اخر حقبه من ما قبل التاريخ، يلي هي عرفت يعني بجبال، بمنطقه بموقع جبال، كانوا يدفنوا الشخص بجرر كبيره، والتقى عدد كثير كبير من هيدي الجرر، فهذا الشيء شوي خاص، مش كثير منتشر كان بفترتها بلبنان وبالشرق، انه كم موقع في منه هيدي نوع الطقوس الجنائزيه. وغير انه يدفنوه اول مره يرجعوا يدفنوه ثاني مره، بس ايه اكيد هيدي موجوده من قبل، قصه انه يدفنوه ويرجعوا يقيموه ويغيروا، اكيد اكيد كثير مشعب هذا الموضوع. بس اذا لاحظتوا كل واجهه بترفقها لوحه شروحات بالعربي وبالفرنسي. حطينا نحن المعلومات العامة عن عصور ما قبل التاريخ، وحطينا معلومات عن الشرق، لأنه ما فينا نقطش لبنان من الشرق، خاصة من الناحية العلمية أنه نحن شوي مأخرين، شوي كتير مأخرين، لأنه البلاد المجاورة ظلت تعمل أبحاث وتنقيبات، والمعلومات عندهم كترت كتير، وصرنا بنعرف إشي أوضح وأحسن. نحن هون عنا بعد في كتير هيك شوية فترات غامضة بالنسبة كعلم يعني كمعرفة، مع أنه المتحف الأول والوحيد بالشرق العربي.
كمتحف أكيد. نعم. بس نحن عم نحكي كبحوث على الأرض أو تنقيبات ودراسات وإتسترا، بده لنعمل جهد أكبر من هيك. نشاطات المعرض ومواعيد الزيارات. ألاغ نحن منفتح نستقبل الزوار من الثلاثة للجمعة من 8:30 لثلاثة بعد الظهر، والسبت من 8:30 للوحدة. منأمن الزيارة على مواعيد مسبقة للمجموعات إن كانوا مدارس جامعات أو غيره. الزيارة بتتم بثلاث لغات إجمالاً. المدارس عم بيحجزوا لمشاغل، المشاغل هن بيختاروا الأساتذة، بنعرض عليهم 4-5 مواضيع لها علاقة مباشرة بإنسان ما قبل التاريخ. عنا نشاطات مثل محاضرات، مثل طاولات مستديرة، معارض مؤقتة بس قليلة ما كتير بنعمل، وأكيد عنا البحوث يعني والمنشورات العلمية. ميرسي كتير منى. أهلا فيكم.